الاقل من اليوم خاصنا حنا كمغاربه نجيبوا واحد القومه كبيره ونمسحوا من القاموس ديالنا ومن المعجم ديالنا ما يطلق عليه حكومه الكفاءات. حيت في المغرب ما كاينش حكومه الكفاءات، كاين حكومه الفساد والمفسدين، كاين حكومه التبذير والمبذرين. والدليل لا يعوزنا للبرهان على شرعيه هذا المطلب. الدليل على ذلك ان الاخبار المسربه مؤخرا من وزاره التجهيز بينات حجم الفساد المستشري في المغرب. في 10 سنين خلصت وزاره التجهيز 500 مليار ديال السنتيم، يعني على احكام قضائيه صدرتها ضد وزاره التجهيز لانها تعسفت في العقود الاداريه، لانها لم تؤمن ولم تحصن العقود التي ابرمتها. هاد 500 مليار راه تعادل يعني في السنه تقريبا 50 مليار ديال السنتيم. والمفجع هو ان المواطنين ولا شي جماعات مني كينضغوا بانه بغينا الطريق، بغينا الانفاق، بغينا لوطوروت، بغينا المسالك، بغينا كذا، كتقول وزاره التجهيز اللي راه حنا البلد فقير وما عندناش فلوس، في الوقت اللي الملايير كتمشي في التجاره ديال الاحكام القضائيه. والدليل على ما نقول هو انه الناس ديال تينغير ودير ورزازات ودير زاكوره ودير الرشيديه، يعني اربعه الاقاليم تمثل يعني ربع المساحه ديال التراب الوطني، كل ما النخاب ديال هذه المنطقه كطالب بانجاز النفق ديال تيشكا كيقول لهم لا الحق راه ما عندناش الفلوس، علما ان هذا النفق لا يكلف حسب مكاتب الدراسات والمهندسين اللي استشرنا معهم حنا كانفاس، هو ان 5 مليار حتى 6 مليار في الماكس باش يدار. بمعنى هاد 500 مليار كانت كافيه باش نهزوا النفق ديال تيشكا ونضربوا عصفورين بحجر واحد، من جهه تحقيق العداله المجاليه في المغرب، ومن جهه غادي نتواصلوا ما بين شمال وجنوب المملكه بيسر عن طريق هاد النفق ديال تيشكا. ولكن للاسف الشديد حيت الفساد اصبح رياضه وطنيه في المغرب، يعني المسؤولين سواء على المستوى الحكومي ولا على مستوى الاداره المركزيه يستهترون ويستبيحون المال العام. علاش؟ لانه سبق لنا ان لم تخني الذاكره ودرنا فيديو سابق في مارس او فبراير 2021 وبينا بان هاد الاحكام القضائيه اصبحت واحد المضخه اللي كيديروا فيها الناس تجاره كما قلنا. علاش؟ لانه بينت الاحصائيات الرسميه الصادره عن طريق الوكاله القضائيه بان مجموع الاحكام اللي كتخرج تقريبا واحد 10000 ملف في العام، يعني كتكبد الاداره المغربيه خساره ديال 7 مليار ديال الدرهم ما بين تعويضات وما بين غرامات. علاش؟ لان كما قلنا العقود لا تبرم بطريقه جديه، الكنانيس التحملات لا تساغ بالطريقه الملائمه، تعسف في استعمال السلطه مما يجر يعني الاداره المغربيه الى المحاكم. ضيعوا في الامر ان 70% من هذه الاحكام اللي كتخسر الاداره المغربيه كتكون ضد الوزارات اللي فيها كتاب العامون، فيها المدراء المركزيون، فيها الخبراء، فيها بين قوسين الكفاءات ولي كاليبر. الا كانت اخويا هذه الوزارات فيها هذه لي كاليبر وفيها الكفاءات ونتكبد نحن 70% من الخسارات اللي بلغات 7 مليار ديال الدرهم في العام، اذا كل شيء حاجه كيكلوش تما، يجب على المشرع ان يتدخل. طالما ان المشرع لم يكتب واحد المقتضى بان المقصر في هذه العقود الاداريه اللي كتخسرها الاداره المغربيه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه سواء كان وزير ولا كاتب عام ولا مدير مركزي ولا رئيس مصلحه، فالنزيف سيستمر، لان الاداره المغربيه تنخسروا عليها حنا باش تمشي راسها، يعني في الفونكسيونمون ديالها كنخلصوا عليها حنا كمغاربه 226 مليار ديال الدرهم، اي ما يمثل تقريبا 20% من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب. حنا كنعرفوا البي بي ديال المغرب تيتراوح تقريبا في السنه ما بين 117 118 مليار ديال الدولار، اذا لا يعقل ان 20% من هاد 118 مليار ديال الدولار نحطوه على الفونكسيونمون ديال الاداره باش حنا نمشيو نعسوا جنب الراحه ونقولوا راه الاداره ديالنا ماشيه الامور ديالها في جوده عاليه وفي الستاندر يعني العالميه، فاذا بنا نتكبد يعني 20% من الناتج الداخلي الخام كنخلصوا على الاداره، كنعاودوا نخلصوا واحد 7 مليار ديال الدرهم في كل سنه كتعويضات وغرامات.